السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة أراب أفيليت ماركتينج. في هذا الدرس الجديد أو الفيديو الجديد اليوم سنتحدث عن موقع سيستم آيو، سنقوم بشرحه بالتفصيل. لمن لا يعرف موقع سيستم آيو، هو موقع خاص بإنشاء أو يعني إنشاء صفحات الهبوط، وكذلك بلوكس، وكذلك سيلز بيج، وكورس، وإيميل ماركتينج. يعني موقع رائع ورائع جدا، كل هذا أنه مجاني ولن تحتاج إلى دفع أي دولار كبداية. ولكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة. دائما أراب أفيليت ماركتينج، قاربنا على 500 مشترك وهذا رائع ورائع جدا. وكذلك الانضمام إلى صفحتنا عبر الفيسبوك لطرح انشغالاتكم وتساؤلاتكم. دائما أراب أفيليت ماركتينج. نعم، هذه هي الصفحة 2100 يعني متابع عبر صفحتنا عبر الفيسبوك. ونبدأ الآن من أجل يعني التسجيل في موقع سيستم ايو، تقوم بالذهاب الى هنا والضغط على هذا الزر من سيستم او هذا الزر عفوا هذا الزر سيستم ايو، ورابط لينك افيليت لينك خاص بي، وساقوم بوضع الرابط. ارجو التسجيل منه من الرابط الخاص بي، وهنا في الواتساب اذا احتجت الى التواصل معي، حيث أني أقوم بعمل تدريب شخصي خاص بدورتين، دورة جوجل آدز وفيسبوك آدز. تدريب شخصي يعني بيني وبينك فقط، وسأقوم يعني بتدريب كل شيء من أجل الوصول إلى تحقيق أول مبيعة بإذن الله. نعم، هذا هو الموقع، موقع سيستم آيو. كما ترى هذه هي واجهة الموقع. لا تنسى التسجيل عبر رابط الأفيليت لينك الخاص بي، سيكون أسفل في الديسكريبشن. نعم، هنا كما ترى هنا The easiest is fastest way to grow your online business، يعني ومن هنا يمكنك التسجيل سهل وسهل جدا عبر الإيميل فقط. free forever يعني مجاني مدى الحياة، ولن تحتاج إلى إضافة معلومات البطاقة البنكية الخاص بك، ليس كباقي البرامج ككليك فانلز وبويندراو. نعم، هذه هي الصفحة كما ترى، سيلز فانلز، ايميل ماركتينج، اونلاين كورس، يعني ويب سايت بيلدر يعني تستطيع انشاء ويب سايت احترافي، افيليت بروجرام مانجمنت يعني تستطيع عمل كورس وعمل له افيليت بروجرام، وكذلك ماركتينج اوتوميشن كما ترى يعني فيه، وسهل الاستعمال، سهل جدا، لن تجد اي صعوبة. ساقوم بشرح كل شيء. من هنا يمكنك الدخول الى الفيتشرز، هنا البرايسينج والبلوج والتستيمونيال. سنقوم بالدخول الى البرايسينج من اجل معرفة الاسعار عفوا. كما ترى هنا فري امونتس يعني مجانا في اول شهر، يعني مجانا في يعني في الشهر، الخطة المجانية 2000 كونتاكت كبداية، او 2000، يمكنك اضافة 2000 ايميل، يعني رائع ورائع جدا. وكذلك يمكنك ارسال ايميل في عدد غير محدود، سيلز فانل 3، يعني تستطيع البداية مجانا. وقد قاموا بتحديث يعني تستطيع إضافة الكوستوم دومين الخاص بك في الخطة المجانية. قبل أسبوع كانت هذه صفر، لن تستطيع إضافة الكوستوم دومين، يعني أي لا تستطيع الإعلان في جوجل أو فيسبوك آدز أو المنصات الإعلانية الأخرى إلا بالاشتراك في باقة $27. ولكن قاموا بتحديد ذلك، والآن تستطيع إضافة كوستوم دومين خاص بك والإعلان مجانا بدون أي مشكلة. كما ترى اشتراك $27 و$47 و$97. نحن الباقة الفري ستكون كافية وكافية جدا. كل ما عليك هو الضغط على Start for free. من هنا يمكنك إدخال الإيميل الخاص بك،
نعم، وثم يأتيك يعني في الإيميل، في الإيميل الخاص بك يأتيك يأتيك SMS أو رسالة بريدية من أجل التأكيد، ثم تقوم بتأكيد الاشتراك وستظهر لك هذه النافذة. هنا هي نافذة واجهة بعد التسجيل كما ترون، هذا هو يعني واجهة بعد التسجيل كما ترى هنا. هنا أوبريغاد يعني من أجل الخطط، يعني تريد تحديد الخطط، نحن في الخطة المجانية، تريد دفع من هنا تقوم بالضغط على أوبريغاد ماي كونت. من هنا الداشبورد، تجد الداشبورد يعني المبيعات وكل شيء والليد خاصة في الإيميل. هنا أفيليت داشبورد والماركت بليس، هنا الكونتاكتس أو تاجز، هنا الفانلز، من هنا تقوم بإنشاء فانلز، هنا كذلك إيميلز، سنقوم بشرح كل شيء على حدة. هنا برودكت أند سيلز، وهنا هيلب من أجل التواصل مع أصحاب هذا الموقع، وهنا سيتينجز ماي بلان سيتينج، من هنا تشينج باسورد. أولا سنقوم بالدخول إلى السيتينجز من أجل عمل بعض الإعدادات كما ترى هنا بروفايل سيتينجز. يمكن هنا ستقوم بإدخال معلوماتك الشخصية، نعم تقوم ب نعم بيرسونال يعني كل شيء. هنا أكاونت سيتينجز يعني هذا الدومين الخاص بك، يمكنك إضافة كوستوم دومين، سأريكم كيفية إضافة كوستوم دومين. هنا تايم فورمات يعني ستقوم بكل شيء. هنا ماي بلان يعني الخطة المدفوعة قمنا قد تحدثنا فيه. هنا بيمنت من جيت ويت، من هنا يمكنك إضافة الباي بال الخاص بك، أنا قمت بإضافة الباي بال الخاص بي بطريقة سهلة وسهلة جدا. هنا ميلينج سيتينجز خاصة بالإيميل، يعني بالإيميل الخاص بك. هنا ممبرشيب سيتينجز يعني تقوم بوضع صورة خاصة بك، تيتشر فوتوز. بيمون بيج سيتينجز تقوم باختيار يعني الكورنسي الخاص بك. سيلز فانل سيتينجز، من هنا تقوم بوضع البيكسل الخاصة بصفحة الهبوط، ولكن أنا لا أفضل هذه الطريقة، سأريكم كيفية إضافة البيكسل من صفحة الهبوط بالدخول إلى صفحة الهبوط. هنا أفيليت بروجرام سيتينجز، يعني ثم تقوم بربط البيبل الخاص بك، أنا رابط البيبل الخاص بك أو حسابك في الوايس من أجل استلام أرباحك في الأفيليت لينك. هنا كوستوم دومين، ستقوم بإضافة كوستوم دومين الخاص بك من هنا. هنا أكتيف كامبين سيتينج، أكتيف كامبين هي منصة أخرى لعمل الإيميل، يمكنك يعني ربطها بسيستم IO. وهنا أفيليت كوميشن بايمون سيتينجز، خاصة بالأفيليت كوميشن يعني بايبل، تقوم بوضع البايبل الخاص بك. والنوتيفيكيشن سيتينجز يعني النوتيفيكيشن، يرسل إليك إيميل عبر رسائل عبر الإيميل. وهنا change password يعني كل شيء واضح، هنا لن تجد أي صعوبة. الآن سنقوم بالذهاب إلى الداشبورد. نعم، هنا ستقوم بالذهاب إلى الداشبورد، يعني الداشبورد هنا تجد السيلز ونيو ليدز، وهنا تجد الإيميل الذين قاموا بالاشتراك في الإيميل. نحن لن نحتاج كل ما نحتاجه هنا، سنقوم بالذهاب إلى فانلز كما ترون، هذه هي فانلز أنا قمت بإنشائها، سأريكم الفانلز التي قمت بإنشائها كما ترى. هذا عبارة عن كتاب من أجل يعني عامل له كتاب في ترافيك سيكريتس، أقوم بترويج لها عبر جوجل آدز.
وأقوم بأخذ العمولة الخاصة بي. هذا الكتاب تجده في، يعني هو في بسعر 1 دولار، تجده في كليك فانيلز، وكذلك فانيلز جديدة وهي نيو فانيلز كما ترى، عبارة عن كتاب مجاني في الودوركينج. الآن من أجل إضافة يعني فانيلز، هنا تقوم بالضغط على كرييت، ثم تقوم بإنشاء مثلا Arab Affiliates Test. هنا build an audience، يعني خاصة بالإيميل من أجل بناء audience و email list كما ترى هنا. هنا sales، ستقوم ببيع، يعني بيع شيء عبارة عن كورس أو أي أو ما شابه، يعني ستقوم ببيع أي حاجة أو برودوي، يعني خاصة بالتجارة الإلكترونية. هنا كوستوم، يعني ديفو، يعني ستقوم بوضع كوستوم باختيار فروم سكراتش، يعني تقوم باختيار فانل، يعني ثم تقوم بالتعديل عليها. وهنا إيفرجين ويبينار، ستقوم بعمل ويبينار مثلا، سأقوم باختيار كوستوم. هنا تقوم باختيار العملة، أضعها $1، ثم create، من هنا تقوم باختيار create steps، تقوم بمثلا main، اختيار اسم، ومن هنا تقوم باختيار يعني أي خاصة بالسيلز بيج، اوردر فورم، ثانك يو بيج، داون سيل، ويبينار، يعني العديد والعديد. نحن سنقوم باختيار سكويز بيج، ثم عمل سيف، ثم تقوم باختيار يعني مثلا بريفيو. سأقوم بالنظر إلى هذه صفحة الهبوط. نعم، يمكنك حذف كل شيء والتعديل عليها حسب يعني ماذا تريد. مثلا انا اختار خاصة في جوجل ادز هاته الفانيلز، خاصة في عمل ريفيو لبرودوي او الى ما شابه. اما في فيسبوك ادز فانا اقوم بعمل كويز، يعني بالتعديل على الكويز وكل شيء كما ترى. هذه قمت بعمل في وود وركينج في الفيسبوك ادز كذلك، يعني العديد والعديد من كما ترى، العديد والعديد من الفانيلز التي يمكنك التعديل عليها بسهولة وسهولة تامة وبدون أي مشكلة. مثلا سأقوم بالضغط على هاته بعمل سيلكت لهذه الصفحة. كما ترى هنا الاسم، هنا اليورال الخاص بك، يمكنك حذف هذا. من هنا يعني الـ create marketplace offer، يمكنك عمل offer في marketplace الخاصة بسيستم IO. هنا setting funnels، يعني الكوستوم دومين، دومين والبيبل وأي شيء والاسم. هنا يعني من أجل view funnels، الدخول إلى الفانلز كما ترى. هي صفحة رائعة ورائعة جدا. هنا من أجل عمل save، تقوم بعمل مثلا هوم. هنا بريفيو لفانيلز، هنا من اجل التعديل، وهنا من اجل عمل دوبليكيت او شينج بيج تمبليت. هنا اوتوميشن رولز، من اجل اضافة رولز اي في الايميل ماركتينج. هنا من اجل عمل تيست بين او شوز فاريانت، او فاريانت يعني بين هاته، بين الاوريجينال لاندينج بيج وبين بيج لاندينج بيج اخرى، يعني تقوم بتغيير الصور او الى ما شابه. هنا ستيت، يعني كما ترى ستيت هذه الصفحة. وهنا سيلز، المبيعات الخاصة بالصفحة. وهنا ديدلاين تايم سيتينجز، يعني تقوم بعمل نهاية لهذه الصفحة، يعني العرض محدود مثلا في 7 ايام ستقوم هذه الصفحة بالانتهاء. ثم نعود الى steps configuration، ثم دخول على edit page،
من أجل التعديل على الصفحة، صفحة الهبوط الخاصة بنا، كما ترى من هنا يمكنك حذف، يمكنك إضافة لوجو خاص بك، كل شيء، صورة أو إلى ما شابه. من مثلا هنا سنقوم بالتعديل عرب أفيليت ماركتينج، يعني كل شيء جميل وسهل الاستعمال. يمكنك يعني تبديل من هنا إلى هنا مثلا فوق، كما ترى قمنا بإخراج التاكس فوق الصورة. يمكنك يعني هنا تقوم يعني دروب اند دراج بسهولة وسهولة تامة، تاكس فوق النص، كل شيء هنا تقوم بالحذف من هنا. يعني سهل الاستعمال جدا، موقع رائع ورائع جدا كبداية. تستطيع إضافة صورة من هنا، تقوم من هنا مثلا your image، تقوم بأخذ صورة مثلا ايميل في عرب affiliate marketing كما ترى. يمكنك التعديل على size الصورة كما ترى، يعني كل شيء سهل الاستعمال. من هنا إضافة صورة إلى الوسط، أو من هنا تقوم بعمل URL يعني لينك مارجين مثلا، مثلا تقوم بإنزالها أو إلى الأسفل أو إلى الأعلى أو إلى اللفت كما ترى. نعم جميل جدا، يعني العديد والعديد من الحلول التي يمكنك استخدامها وبسهولة وسهولة تامة. والله اعذروني، يعني انا تعبان شوي، قد تم اثبات يعني بكورونا، يعني انا الان في المنزل، النتيجة ايجابية بكورونا، لذا انا تعبان بعض الشيء، اعذروني. من هنا مثلا تقوم من تبديل هذا الزر، يعني تقوم بانزال الزر كما ترى، يعني كل شيء، تبديل لون الزر، مثلا إلى الأصفر أو إلى الأحمر، يعني تتحكم في العديد. هنا تقوم بإضافة أيكون مثلا الراو، سهم، تقوم مثلا كما ترى قمنا بإضافة سهم. يمكنك إضافة يعني التعديل على أي شيء من هنا، كذلك هنا before text كما ترى، يعني العديد والعديد. هنا من هنا يمكنك تغيير الفونت كما ترى، قد تم تغيير الفونت كما ترى، هنا قد تم تغيير الفونت. من هنا يمكنك التأكد من optimization الخاصة بالهاتف كما ترى، يعني ستقوم بالتعديل. يجب أن تقوم بعمل optimization الخاصة بالهاتف من هذا الرمز، بالتعديل على كل شيء كما ترى. هنا ستقوم بتغيير اللون، مثلا الصورة نعم، الصورة في الوسط. يمكنك التغيير والتبديل كل شيء كما ترى هنا. دائما تأكد من optimization، قم بعمل optimization على الحاسوب وكذلك عبر الهاتف، لأنها مهمة ومهمة جدا من أجل العمل كما ترى. من هنا يمكنك التعديل، وهنا كذلك على النصوص، على أي شيء. بم، من هنا تقوم بتكبير النص أو تصغيره كما ترى. هنا كذلك تحكم في البعد بين الخطوط، يعني برنامج رائع ورائع جدا، من أجل مجاني ومئة بالمئة. من هنا يمكنك على settings يعني الإعدادات، من هنا تقوم بإضافة يعني اسم الذي سيظهر هنا main test كما ترى هنا. مثلا سأقوم باستبداله إلى
هوم، ثم أقوم بعمل سيف عند عمل ريفريش، عفوا ريفريش لهذه الصفحة. ايرور بيج، انا قمت بالتعديل على الصفحة. نعم، من هنا عبر الضغط ثم ضغط على العين هوم، كما ترى هنا قد تم استبدال الى هوم، اللون قد تم استبداله، الصورة، يعني كل شيء سهل وبدون اي صعوبة. تذكر كما قلت أولى الستيكس من هنا تقوم بإضافة التراكينج كود أو البيكسل الخاصة بالمنتج، يعني البيكسل في فيسبوك آدز أو جوجل آدز، يمكنك إضافة البيكسل هنا وعمل سيف. هنا في إيديت هايدر كود، هنا نضيف البيكسل الخاص بنا. نعم، كما ترى يمكنك التحكم في الفونت. هنا بوب اوبس، بوب اوبس هي يعني يمكنك اضافة بوب اوبس، هي هذه الخانة كما ترى. يمكنك التحكم edit بوب اوبس settings من هنا، انا لا اريد بوب اوبس، تقوم بحذفها من هنا settings. نعم، ومن هنا كذلك يمكنك اضافة بلوكس، عبارة عن بلوكس، ماي بلوكس مثلا، هذه هي، انا قمت بانشاء بلوكس خاصة بي. هنا اوبتيم فورم، تقوم بإضافة اوبتيم فورم، يعني عبارة عن جمع ايميلات مثلا. هنا تقوم مع هذه هي الاوبتيم فورم خاصة بالايميل، هناك العديد من الاوبتيم فورم كما ترى، انا اريك الطرق فقط، ويمكنك ربطها بالايميل الخاص بك كما ترى. سيند فورم من هنا، قم بالضغط هنا سيند فورم كما ترى، لأركم فين باسورد لوجين، يعني العديد، وشو شو بوب اوب، يعني العديد والعديد من المزايا كذلك. في البلوكس يمكنك إضافة فيتشرز، فيتشرز عبارة عن تصنيفات كما ترى هنا مثلا، كإضافة تصنيفات أنت والسيت أو الويب سايت الخاص بك، رائعة ورائعة جدا كما ترى. هذه التصنيفات يمكنك إضافة تصنيفات رائعة وسلسة كما ترى. نعم، هذه هي التصنيفات، البلوكس دائما فيتشرز. ثم البيج فوتر، هو يعني البيج فوتر هو في ماذا يكون أسفل الصفحة مثلا، سنقوم بإضافة هذه نعم كما ترى، قد تم إضافة هذه أسفل الصفحة الفوتر، أو يمكنك إضافة هذه نعم، يمكنك تغيير اللون من هنا، الكونتاكت، يمكنك إضافة privacy policy دائما. وهنا تيم ريبريزنتيشن، او من هنا يمكنك عمل كما ترى، قم كما ترى من هنا يمكنك تيم يعني ريبريزنتيشن خاص بالتيم الخاص بك اذا كان لديك تيم. هنا ويلكم مثلا، صفحة ويلكم يعني صفحة ترحيبية كما ترى للويب سايت الخاص بك في الصفحة الاولى كما ترى، يعني رائعة ورائعة جدا، خاصة بالنيتش الذي تقوم بإنشائه. يمكنك تغيير اللون، الصورة، كل شيء. و برايس بلانس، هناك يمكنك إضافة برايس يعني خاصة بالبلون الخاص بك، عفوا كما ترى هنا بيزيك، ادفانسد، بروفيشنال، يعني العديد من الخطط يمكنك إضافتها كما ترى هنا، الفري، ويبينار، كل شيء كما ترى هنا، رائع ورائع جدا. من هنا كذلك البيج هيدرز، يعني الهيدرز الخاصة بالبيج كما ترون هنا، يمكنك البيج هيدرز، هي تأتي في الأعلى، بيج هيدرز هنا كما ترى، هذه هي البيج هيدرز. و
وأخيرا التستيمونيال، يعني انطباعات حول أو تقييمات الزبائن الخاصة بك، يمكنك إضافتها في الموقع. هذه مهمة ومهمة جدا في أي ويب سايت تقوم بإنشائه أو صفحة هبوط. الناس تشتري من تعليقات الناس، يجب أن تفهم ذلك. مهمة ومهمة جدا إضافة التستيمونيال، يعني سهلة وسهلة جدا كما ترى. يمكنك تغيير صور، يعني وضع صور أخرى، يعني كل شيء سهل وسهل جدا. من الإليمنتس، تاكس، هايت لاين، ليست، يمكنك إضافة ليست كما ترى. هنا كونتاكت بوكس وإيميج، فيديو، يمكنك إضافة فيديو مثلا. هنا إضافة فيديو، بوم، تقوم بالضغط هنا وإضافة فيديو خاص بك. هنا إيميج، هنا العديد من الصور ثم تقوم بهنا وإضافة العديد من الصور الخاصة بك، يعني سهلة وسهلة جدا كما تلاحظ. يعني كل شيء متاح في هذا البرنامج المجاني 100%، لن تجد أي إشكال. هنا يمكنك إضافة كولونس مثل هذه الكولونس كما ترى. هنا يمكنك كتابة هنا وهنا وهنا في 4 خطوات، 2 كولونس، سيكشن، يعني بوتون، يمكنك إضافة بوتون، يعني اشتري الآن أو باي ناو. يمكنك إضافة السوشيال ميديا من هنا كما ترى. نترك أكاونت فيسبوك وكذلك تويتر، إضافة رمز التويتر. من هنا يمكنك إضافة كويز، يعني الكويز الخاصة بك. كل شيء متوفر والحمد لله. من هنا شيك بوكس، I agree شيك بوي، يعني من أجل التأكيد I agree شيك بوي receive from email. هنا السطر، هنا مينيو، يمكنك إضافة مينيو كما ترى. هنا هنا يمكنك إضافة كود HTML، وهنا فيكس يمكنك التأكيد عليها. هنا يمكنك إضافة يعني تايمر يقوم بحساب. والله كل شيء، يعني لن تجد هذا البرنامج ولا في الأحلام. أنا أعتقد أنه أفضل برنامج خاصة للناس التي ليس لديها أي مال، يعني تريد البدء مجانا. يمكنك البدء شراء دومين ب$2 أو $3 وتخصيص 20 إلى 30 إلى $50 من أجل الإعلان والبدء فيه مجاني. يمكنك إضافة كوستوم دومين خاص بك بسهولة. أنا قمت بشرح في الدورة التي قمت بها في القناة في الفيسبوك، يعني القناة في اليوتيوب، دورة فيسبوك للترويج لمنتجات فيك بانك، وقمت بشرح كيفية إضافة يعني كوستوم دومين مع وربطه مع البرنامج. يمكنك الذهاب إلى الفيديو ويعني الاستفادة من الشرح. وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. لا تنسوا دائما الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك وشير لكي نستمر معكم. هذه هي القناة أرب أفليت ماركتينج، والهدف هو إن شاء الله عند في جانفي 2022 بداية رأس السنة نكون قد وصلنا إلى 1000 مشترك بإذن الله. كما قلت، أنا أقوم بعمل تدريبين خاصين شخصيين مني، يعني من أجل البداية وشرح كل شيء. وأنا أقوم الآن بعمل دورة يعني تدريبية خاصة شاملة بكل شيء، سأبدأ بالتصوير فيها بإذن الله في قريب العاجل. هذه الدورة ستكون مدفوعة وستكون بمبلغ رمزي إن شاء الله، يعني لن تكون دورة غالية السعر، ولكن دورة يعني يكون سعرها يعني يتراوح بين $50 إلى $75 فقط، ودورة شاملة بإذن الله. سأقوم بشرح فيها كل الطرق التي أوصلتني إلى تحصيل $1000 في اليوم. نعم، أنا قمت بنشر أرباحي في قناتي في اليوتيوب، وقمت بتحقيق $1000 في يوم واحد عبر الفيسبوك آدز. وسأقوم بشرح كل شيء بإذن الله.
اللهم إن كان خاطئا فمن نفسي ومن الشيطان، وإن كان صائبا فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.